قناة أخبار المشاهير والدراما التركية. موقف غريب حدث للنجمة نسرين جولزادة في آخر ظهور لها في الشارع عندما رأت الصحفيين أمامها أثناء حديثها في التليفون. نسرين حاولت الهروب منهم ركضا لتختفي وركبت سيارة أجرة خطأ وانتظرت ذهاب الصحفيين لتركب السيارة التي أمامها. نسرين قالت للصحفيين إنها ليست متفرغة أبدا الآن وإن النجمة أوراس كاجيرا أغرو هو مجرد صديق. هو السؤال المعتاد الذي يسأله الصحفيين. نسرين neden bizden kaçıyorsunuz? Hiç hoş değilim şu anda. Uras Bey'i sorsaydık önündeki araçmış bu arada. Uras arkadaşım. Bak doğrudan bir şey açacak onu gördüm. الصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا على هذا التصرف ونسرين هي الأخرى علقت عبر صفحتها على الانستغرام وقالت نعم فعلت هذا حقا الخبر صحيح وذلك مضحك بشكل لا يعقل منذ الصباح وأنا أضحك. نسرين أيضا نشرت فيديو عبر صفحتها على الانستغرام وقالت إنها بدأت اليوم تصوير أول مشاهدها في مسلسلها الجديد حياة الرائعة حيث إنها سوف تنضم في الحلقة الثالثة وسوف تقوم بتجسيد شخصية ميلس في المسلسل.